محطة نفاشة للمياه هي واحدة من أهم محطات ضخ المياه في ريف الحسكة، لجهة إروائها نحو 30 قرية وبلدة وتجمع سكاني، بالإضافة لكونها محطة لتعبئة صهاريج المياه لأحياء مدينة الحسكة في حالات الطوارئ وانقطاع المياه من المصدر الأساسي في محطة علو. مؤسسة المياه بالمحافظة عملت على إنجاز صيانة كاملة للمحطة مع استبدال غاطسات وتجهيز بئرين بالطاقة الشمسية في جاهزية لأي طارئ لانقطاع المياه عن المدينة وأريافها. هاي المحطة يعني محطة رئيسية، وخصوصا عند انقطاع محطة علوك، يعني لأكثر من عامين انقطاع المياه المتكرر من محطة علوك نتيجة الاحتلال التركي، فنلجأ هذه لتأمين المياه لمدينة الحسكة بالصهاريج واستجرار كميات جيدة، يعني استجرار لتوزيعها على خزانات المدينة. طبعا بالفترة الأخيرة عملنا صيانة لهذه الغطاسات، ادخل بئرين اضافيات، يعني من العبارة 9 كان متوقف 4 عندنا، ادخل البئرين منهن للخدمة، وحاليا عم نعمل مع المنظمات ومع وزارة الموارد المائية لاستبدال عدد جيد، يعني هناك 6 غطاسات ان شاء الله راح تستبدل بغطاسات جديدة كنا استهلكت. ادخلنا بئرين منهن على الطاقة الشمسية، واحد من الطاقة الشمسية كان على ضمن موازنة المؤسسة، وفعلا حللنا مشكلة، يعني ظل المحروقات وصعوبة تأمينها. إدارة المحطة تعمل على الاستفادة من الصيانات لتعزيز عمل المحطة وانتظام ضخ المياه باتجاه القرى والبلدات والتجمعات وتأمين مياه الشرب لأحياء الحسكة عند الحاجة. مشروع نفاشة هو عبارة عن ضخ ل 48 تجمع سكاني وعدد 15,000 نسمة العدد السكان، بالإضافة إلى ضخ المياه إلى كوكب، بالإضافة إلى نقل المياه إلى مدينة الحسكة عبر الصهاريج. نحن عملنا على تطوير هذا المشروع حيث أنجزنا عملين وهن غطاسين مجموعة طاقة شمسية، وعملنا صيانة لجميع الغطاسات كوننا مقبلين على فصل الصيف والعالم بحاجة إلى الماء. إجراءات متواصلة تقوم بها الجهات الحكومية لضمان استمرار تدفق المياه من محطة علوك، مع تجهيز بدائل لسد جزء من احتياج مياه الشرب، مع استمرار الشكاوى من ضعف الضخ في الأحياء والمطالبة بالاستفادة من العقود مع المنظمات لحل هذه المشاكل. أيهم مرعي لقناة سما، الريف والحسكة.